هلا اميغوس، انا ميرا. اذا كنتوا اول مره بتشوفوني بليز لا تنسوا انكم تشتركوا بالقناه بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر، وكمان فعلوا هون الجرس عشان دائما يوصلكم نوتيفيكيشن كل ما بنزل فيديو جديد. هاي مان، اي كان سي يو بيبي. شوف كلمتين خفاف نضاف، اذا رح تيجي تتفلسف علي في التعليقات وتكتب لي لماذا تتكلمين على هذا الموضوع، انا تخجلين من نفسك، حرام وعيب وما بعرف شو من هاي الشخبطات واللخبطات. لوك بيبي، اول شيء انا كاتبه للبنات فقط، بس اذا انت عندك فضول وهيك وبدك تتثقف وتتعلم احضر الفيديو، ما عندي ولا اي مشكلة معك. عندي مشكلة وحيدة بس معك، انك لما تيجي تتفلسف علي تحت في التعليقات. عندي مليون تريليون حق اني انا احكي في الموضوع. اول شيء انا بنت وبعرف كتير عن هذا الموضوع اكتر منك، ليش؟ لانه جسمي. تاني شيء يا بيبي، انا طبيبة، من ساقك تحت لفوق بنشوفك نفس الشيء عنا. لو كان في شيء اسمه عيب ما شفنا ولا دكتور، وباسم هذا العيب تبعك لكل الناس ماتت في المستشفيات. لهيك احضر هذا الفيديو بسلام واترك العالم بحالة. وهلا يلا نبلش. كيفكم؟ شو اخباركم؟ فيديو اليوم هو فيديو كتير بنوتي، بس ما عندي مشكلة ابدا مع الشباب. اذا انت حابب تثقف حالك هلا وبيبي، اهلا فيك بالقناة. لا تنسى انك تشترك بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر اذا انت اول مرة بتشوفني، وفعل هون الجرس عشان دايما يوصلكم نوتيفيكيشن كل ما ميرا الحلوة تنزل فيديو جديد. يس اي ام ميرا بيبي. موضوع الدورة، الغيكل، البيريود هو موضوع كتير تابو في العالم، مش بس يعني في المجتمع العربي. ليش نظلم كتير المجتمع العربي؟ بس انا اخترت اني انا احكي في الموضوع. ليش؟ لانه اكيد في اطفال او اكيد في بنات في مرحلة البلوغ وعم يحسوا بهذا الشيء، شيء كتير غريب عنهم. ليش في لسه ناس في مجتمعنا عم تتعامل مع هذا الشيء كأنه عيب؟ كيف تحكي عن هذا الشيء؟ لما البنت تصير معها البريد لازم تصير هيك باتمان وتختفي، التغذيات اللي بتستعملها البنت لازم تفوتها للبيت بالسرقة كأنه مسوية جريمة قتل، بالرغم انه هذا الشيء كتير عادي. هذا يدل على انها انثى، على انها رمز للجمال، على انها رمز للانوثة، على انها رمز للخصوبة، على انها شيء كتير مميز وبيختلف عن الجنس الثاني. اليوم النصائح اللي راح اقدمها هي نصائح كيف فينا نتجاوز البيريود، او كيف فينا نتخطى المشاعر السلبية اللي احنا عم نحسها في هاي الفترة. في بنات بتجيهم الدورة بالالام، وفي بنات ما بتجيهمش بدون الام. بصراحة كتير حزتكم اذا انت الدورة تبعك بتجيكي بالالم، فانا بنصحك تاخذي الاربول تي، هيك شي سخن شي دافي. وكمان في شغلة تانية نقدر نخفف فيها الالم، انه ناخذ انينه مي تكون فيها مي دافي ونحطها على مكان الالم اللي بتكون احيانا يا اسفل البطن او اسفل الظهر. في بنات تانية بتلجأ للادوية. الادوية انا ما بتير بصراحة بحب استعملها. ليش؟ لسبب واحد فقط، انه كل دواء عم نستعمله له اثاره الجانبية اللي ممكن تظهر في المستقبل. اوعوا تصدقوا كذبة انه الدواء بسبب العقم. شلون يعني؟ انه في صيدليين وفي ناس عم تشتغل علشان تخترع دواء في الاخر انه راح يعطوكم دواء يسبب العقم. يعني كيف في ناس انه بتفكر بهاي الطريقة؟ لا، هذا الشيء ابدا منه صحيح. تاني نقطة، انه احنا لما تصير هيك عنا الالام بنصير يعني نفسيتنا كتير سيئة، كتير كتير سيئة. انا بحكي عن حالي، كتير بتصير سيئة وكتير بعصب وكتير بصير نفسية يعني. فلهيك في خطوات بسيطة نقدر نسويها عشان نتخلص من هاي المشاعر السلبية. اول شيء اطلعوا من البيت. ليش عم تضلوا في البيت؟ لا تصنعوا لحالكم هيك بابل كأنه الشيء اللي عم يصير في جسمكم جريمة او شيء مو منيح او شيء هيك قذر. لا بالعكس، روحوا انبسطوا واستمتعوا بحياتكم، استمتعوا بكل لحظة في حياتكم، ممكن ابدا هاي اللحظة ما تتكرر. وهي هون بعض اللقطات اللي رحت فيها انا ورفقاتي عشان نروح نستمتع برأس السنة. جايز احنا هلا طلعنا لبرا الاحتفالات رأس السنة. الموسيقى واصلة لهون، احنا لازم هلا نفوت لاخر الشارع عشان نكون في الحفلة. هيك مسوية اللايف ما ياسم اوريدي بتعرفوها. We'll be right back.
والشيء الثاني والشيء كتير غلط إن البنت ما لازم تمارس الرياضة في فترة الدورة. يعني ليش؟ مين قال هذا الشيء؟ إنها ما تمارس الرياضة فقط إذا كان الألم كتير شديد وما بتقدر تسوي ولا شيء. بالعكس يا بيبي، فيك تمارس اليوغا، تتحركي شوي بالبيت، تمشي، تتمشي، وهذا الشيء له تأثير كتير إيجابي على نفسيتك، يعني بيغير مودك 180 درجة. النقطة الأخيرة، أغلبية البنات في فترة الدورة ما بتعتني بحالها، انه بتكون قرفانة من حالة. لازم نتعلم ثقافة العناية بالنفس في هاي الفترة. ظبطي حالك، دلعي حالك، سوي ماسكار، عرف شو حبوب الوش في هاي الفترة او الحبوب اللي تطلع على وشنا بتخلينا ما بدنا نطلع على حالنا في المراية. وهذا الشيء خذيه من نقطة ايجابية، انه انتي صار الوقت انك انتي تعتني في حالك. تاخذي هذا الشيء على اساس انه مؤثر كتير سلبي في حياتك، وانه لازم نتقوقع، وانه لازم ما نطلع، وانه لازم الشعر يكون كتير منكوش، وانه لازم نضل بالساعات في السرير ونايمين. لا لا، قومي لحالك، اعتني بنفسك، سوي ماسكات، تعلمي ميك اب، طلعي هيك لوك كتير غريب وكتير جريء وكتير مختلف بحالك. عن جد هذا الكلام بحكيه من كل 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 قلبي. هالجسم هذا رح يعيش معك طول عمرك اذا انت ما تفهمتي، اذا انت ما تصلحتي مع جسمك في كل اوقات، ولما يكون كتير نشيط ولما يكون كتير تعبان وكتير مريض. بالعكس هذا الوقت لازم تعتني فيه، لازم تتصالحي مع حالك. مجتمعنا زرع كتير كلمة عيب، في كل شيء لازم يكون شيء عيب، بس لولا هذا الشيء اللي بيسموها عيب ما كنتي نص المجتمع، ما بنيتي انتي مجتمع كامل لحالك. هالشي دليل على انك انثى، وهالموضوع هاد لازم نحكي فيه مع كل العالم. لازم العقول تفهم انه هذا الشيء شيء طبيعي، زي ما انه حدا يصاب بالجريب فنفس الشيء الدورة هي شيء زي هيك، بس شيء بيصير كل شهر، وشيء ما يخليك انتي قذرة او شيء ما يخليكي انتي ناقصة. بالعكس هالشيء رمز من رموز قوتك. ممكن هلا في كتير بنات من العمر الصغير عم بيتابعوني وعم يحضروا القناة، وبعرف ممكن انهم لسه ما مروا بهاي الفترة، او ممكن عم يمروا بهاي الفترة. انا بتذكر اول يوم اجتني فيه الدورة كنت عم حس شيء غريب، شيء قذر شو هاد، وكنت عم ببكي بطريقة كتير هستيرية. قلك انه هذا الشيء كتير طبيعي، وصرتي بنوتة صار فيها تواجه المجتمع. اعتنوا بحالكم في هاي الفترة. اذا انت رجل وعم تحضر هذا الفيديو متزوج او تفكر في الزواج، هاي الفترة زوجتك بتكون في امس الحاجة انك انت تكون متفهم لهذا الشيء. جسمها في هاي الفترة بيمر بكثير تقلبات. تخيل لزغمون فيمينين اللي هي الهرمونات الانثوية بتكون في اعلى نسبة لإلها، فجأة هيك بتنزل لاقل نسبة لإلها. شوف انت بهذا الشيء شو ممكن يسوي في جسم هاي المرأة. طبيعي جدا انه يأثر على نفسيتها بشكل مش طبيعي، اصلا بتكون قرفانه حالها. فانت دورك كرجل انك انت تساعدها انها تمر بهي الفتره هالاسبوع او الاربع ايام او ثلاث ايام حسب كل مره ودورتها، انك تساعدها تتخطى كل هاي المشاعر بهي الفتره. بس بنات قبل ما نكون كلياتنا ضد بعض، خلينا كلياتنا نكون مع بعض، انه المسؤوليه والحياه اللي بتعيشها المراه اضعاف مضاعفه من الجهد اللي عم يبذله الرجل. فلهيك الله خلقنا مختلفين عشان نحقق هذا التوازن. بتمنى انه يجي يوم بيصير هذا الشيء كتير عادي في كل العالم، مو بس في مجتمعاتنا العربية. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى عن جد انه هذا الفيديو استفدتوا منه. انشروا هذا الفيديو مع كل صديقاتكم في جروبات الفيسبوك والواتساب، ولا تنسوا البيج بيج 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 لايك. واذا عندكم اي نصيحة بدكم تقدموها لاي بنت اكتبوها تحت في التعليقات، انا كمان بستفاد منكم. Girls Power، دير بالك مع حالكم، احلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمونيا بيبي، سلامات يا هواء، بسلامه.